أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك في قناة أوديولابي وتحميل تطبيقنا للاستماع إلى أروع المقالات، ملخصات الكتب والتوكيدات، ولا تنسى اللايك. على الرغم من أن تحدية الشخصية كانت موجودة منذ وقت طويل جدا، إلا أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قد وفر محيطا مثاليا لإنشاء تحديات ومشاركتها والمشاركة فيها لمدة 30 يوما. تعد هذه التحديات نقطة انطلاق بسيطة ومسارا لحياة جديدة بعادات صحية جديدة، ويمكن توصيلها بمجموعات واسعة من السلوكيات الصحية أو عادات الإنتاجية أو غيرها من التغييرات البسيطة التي يمكن أن تؤدي إلى حياة أفضل. سنقترح عليك هنا تحديا لمدة 30 يوما، ولكن قبل أن نكمل ندعوك للاشتراك في قناة أوديولابي وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديدنا أولا بأول. اليوم الأول، فكر في شيء واحد تشعر بالامتنان له. اليوم الثاني، اقرأ بعض النكات التي تجعلك تضحك. اليوم الثالث، التأمل لمدة 3 دقائق. اليوم الرابع، خذ 4 دقائق للتحدث إلى شخص يجعلك تبتسم. اليوم الخامس، استمع إلى أغنية تجعلك سعيدا. اليوم السادس، اكتب 3 أشياء تجعلك سعيدا. اليوم السابع، شاهد مقطع فيديو ملهم عبر الإنترنت. اليوم الثامن، أتأمل لمدة 8 دقائق. اليوم التاسع، تواصل مع صديق جيد لبضع دقائق. اليوم العاشر، استمع إلى بعض الموسيقى المهدئة. اليوم الحادي عشر، اكتب عن 3 أشياء تشعر بالامتنان له. اليوم الثاني عشر، شارك بعض النكات مع الأصدقاء لتضحك جيدا. اليوم الثالث عشر، أتأمل لمدة 13 دقيقة. اليوم الرابع عشر، خذ 4 دقائق للتواصل مع شخص يحبك ويسعد لتواصلك معه. اليوم الخامس عشر، قم بتشغيل بعض الموسيقى التي تحبها وقم بالرقص عليها لمدة 15 دقيقة. اليوم السادس عشر، اكتب 5 أشياء تشعر بالامتنان لها. اليوم السابع عشر، شاهد بعض مقاطع الفيديو المضحكة لتضحك. اليوم الثامن عشر، أتأمل لمدة 18 دقيقة. اليوم التاسع عشر، خذ 4 دقائق للتواصل مع شخص تهتم به. اليوم العشرون، قم بتشغيل بعض الموسيقى التي تستمتع بها واستمع إليها فقط واسترخي. اليوم الواحد والعشرون، اكتب عن 6 أشياء تشعر بالامتنان لها. اليوم الثاني والعشرون، مشاركة بعض النكات الجيدة مع صديقك المفضل. اليوم الثالث والعشرون، أتأمل لمدة 23 دقيقة. اليوم الرابع والعشرون، تواصل مع صديق لبضع دقائق اليوم. اليوم الخامس والعشرون، استمع إلى الموسيقى التي تعيد لك ذكريات رائعة. اليوم السادس والعشرون، اكتب عن 7 أشياء تشعر بالامتنان لها. اليوم السابع والعشرون، شاهد مقاطع فيديو لطيفة ومضحكة تحمل ذكريات قديمة. اليوم الثامن والعشرون، أتأمل لمدة 28 دقيقة. اليوم التاسع والعشرون، خذ 4 دقائق لتواصل مع شخصان مهمان لك. اليوم الثلاثون، استمع إلى بعض الموسيقى التي ستجعلك تشعر بأنك قادر على تحقيق طموحك. شاهد أيضا ولا تنسى الاشتراك. إلى اللقاء.